قصة بنت جبل، حروب بين البشر والجن، الجزء التاسع. وقف الملك أبو جدلان أقبال البيت، هل عمروا العذاب أو للأميرة حور، أو طلعوا عذاب والأميرة حور، أو قال له أبو جدلان إيه يا عذاب أتعرف وين شنه؟ قال له عذاب شلون بدي أعرف يا الملك أبو جدلان وإحنا بهذا البيت ما نقدر نبعد عنه. قال له الملك أبو جدلان أكثر من 500 واحد من البشر ومعاهم 10 من الجن جايين يدورون راسك يا عذاب، يا لونهم مو متراجعين ومنسحبين، كان صارت مجزرة كبيرة أو ما كان خلينا أحدا منهم عايش. هزب رأسه وعذاب وقال يا ريت بس هذول، لسه عبي قبيلتين زاد يدورون ثارات عندي، ما أعرف إذا طلعت من عندكم يا الملك أبو جدلان وإنا تقبل، أريد منك خدمة، بل شي تقدر تلقالي المكان الساكنين بي أمي وأبويا وأختي، وإذا تقدر توصل لهم خبر إني عايش. قال له الملك أبو جدلان راح أشوف الحكيم أبو التلة، بل شي يقدر يلاقي مكانهم، إذا دلينا وين ساكنين نقدر نوصل لهم خبر. استنى من عندي خبر يا عذاب. أبو الكوابيس نزل على الوادي، والوادي غميج أو بي مغارات كثيرة، أو فات على مغارة ظل يمشي بيها لو من ما وصل الثلاثة قبور كبار بحد بعضهن، قاعد قبال القبور وقال يا جدي أو يا أبوي أو يا أمي، أنا جيت مرة قعدت بهذا المكان قبالكم، أو قلت لكم ما خليت حدا عايش من سلالة أبو السيفين الحز خجلان منكم، أو ما أعرف إيش بدي أقول، ذبحت كل الجنون والجنيات كبيرهم أو صغيرهم أو على أساس ما أضل منهم حدا، اليوم ظهروا اثنين يقولون احنا جدنا ابو السيفين، رجعت النار وشعلت بقلبي، او ما راح تطفي هذا النار الا الاقيهم، ما راح اخلي جبل ولا تل ولا وادي ولا جحر بالارض الا ادور بيه الا اطالع هذول الاثنين، ما لازم حدا يظل من سلالتهم عايش، لانه سووا بينا ما هو قليل، او ما راح اطول تا اجي اقعد قبالكم النوب واقلكم ذبحت هذول الاثنين، او وفيت بالوعد هل قطعتوا على نفسي وانا بالكوابيس. قام حيلو تا يطلع من المغارة، او فاتوا عليه ثلاث، او قالوا هاي اخونا يا كبيرنا يا ابو الكوابيس، دورنا عليك ما لقيناك واسمعنا صوتك جاي من هذه المغارة. مشى عليهم ابو الكوابيس أو حضنهم الثلاثة وقال يا هلا بخوتي سبع البر أو صقر الغيوم أو عربيد الأرض، هلا بالثلاثة اللي إذا يحضرون أجيوش وممالك ما تقف قبالهم. قالوا لو احنا من بعدك يا كبيرنا ويا حامينا. أو هز براسه أبو الكوابيس وقال أخ يا أخوتي الثلاثة، سلالة أبو السيفين طلعوا اثنين منهم عايشين، قاموا يدحجون على بعضهم وقالوا إشلون يا أخوي مو على أساس ما خلينا حدا منهم عايش، منين طلعوا هذول؟ قال لهم أبو الكوابيس راح نعرف، ما راح أذبحهم ألا أعرف وين كانهم، وخاف بي حدا غيرهم النوب، وأنتوا ليش تأخرتوا؟ قالوا له يا أخوي المهمة اللي بعثتنا عليها مكانها بعيد، تعذبنا لبين ما لقينا هذاك الجني. قال لهم أبو الكوابيس شنو كان ردوا؟ قالوا له وافق، أو قال إن أني جاهز أو يستنى منك إشارة، أو قامت المحاربين تنزل على الوادي، أو قال أبو الكوابيس محاربين ناجم، أو طلع من المغارة أو وقف مقبالوا بالوادي وقال لهم ها وين أبو العجاجة؟ قالوا له يا أبو الكوابيس أبو العجاجة ملح وذاب، دورنا بكل المكانات قال نعرف انه قاعد بيها ما لقينا له اثر. قال ابو الكوابيس الحرامي هذا وين بدي الاقيه؟ اخاف يروح منه الخنجر او حدا ياخذه منه، ما راح اسامحه ولا اعفي عنه الا اذبحه بيدي، وانهم جايين ثلاثه من المحاربين النوب. او قالوا يا ابو الكوابيس وصلنا المناطق بعيدة ما لهم أثر. قال لهم الرابع وينه؟ ليش ما رجع؟ يا لقى مكانهم يا صار معاشي، الغيبة الشمس إذا ما بين يا أبو الحية تروح بنفس الاتجاه اللي راح بي. الحكيم أبو هداد
قاعد فوق الجبل أو قاعدين قباله كسار أو زهور حاط الرمادي بحضنها أو بطاش وحنشل. قال الحكيم أبو هداد: يا زهور هذا الصغير شو اسمه؟ قالت له زهور: اسمه الرمادي. قال لها انطيني اياه. كضب الحكيم أبو هداد الرمادي بيده أو دحج على عيونه أو غمض عيونه الحكيم، ما طول وفتح عيونه أو قال لهم: هذا جن صغير الاسم الرمادي، راح يكون له شأن كبير بالأيام الجاية أو راح يشوف شغلات عجيبة وغريبة. أنطال زهور أو قالت له: لسع صغير أو شاف شغلات كثيرة وعجيبة، رضع من الجن أو رضع من البشر أو رضع حليب الغزال أو من فوق الجبل سمعوا صوت زينب تبكي. أو قال الحكيم أبو هداد: البنية هذه أمها مو معاكم. قالت له زهور: لا، هذه أمها ماتت بعد ما صارت بكم يوم، والبنية هذه رضعت من حليب الجن أو رضعت من حليب الذيب أو رضعت من حليب البشر أو رضعت من حليب الغزال أو ربت بالجبال. قال لها الحكيم أبو هداد: هذه اسمها بنت الجبل، أو أكيد راح ينذكر اسمها بالزمان الجاي إذا ظلت معاكم. أو غمض عيون الحكيم أبو هداد أو صفن صفنا طويلة أو فتحن وقال: هذا الأمر عجيب وغريب، شلون ظهرت هذا العلامة؟ قال له كسار: أي علامة يا الحكيم؟ قال له: علامة الخنجر، لمع مكان بهذا الأرض، من ظهر هذا الخنجر راح تظهر وراه علامات كثيرة. قال له بطاش: شنو هذا العلامات يا الحكيم؟ ما جبت لنا طاريها أولي. هز براسه الحكيم وقال: يا بطاش، من آلاف السنين ومن العصور القديمة كانت بهذا الأراضي ثلاث ممالك: مملكة للجن أو مملكة للعفاريت أو مملكة للبشر، والممالك الثلاث كل مملكة يحكم عليها ملك قوي. مملكة الجن كان اسم ملكهم السباتي، أو مملكة العفاريت كان اسم ملكهم العملاق، أو مملكة البشر كان اسم ملكهم الجسور. الملوك الثلاثة هذول كل واحد منهم كان عنده تنين من الكبار، والثلاثة الملوك كانوا يسمونهم فرسان التنانين، ما حدا كان يقدر يقف بوجههم بهذاك الزمان. أو كانوا الثلاثة متفقين أو عايشين بسلام، الممالك الثلاثة ما صير بيناتهم أي حروب. يوم ما بيوم من الأيام هجمت عليهم جيوش كثيرة جاية من غير مناطق، أو كانوا زاد متحالفين من الجن والعفاريت والبشر. اللي هاجمين عليهم كان عندهم سحرة أو منجمين، أو كانت القوى عندهم رهيبة. يوم ظهروا فرسان التنانين الثلاثة أو صارت المعركة الكبرى بيناتهم، الهاجمين عليهم قدروا ينتصرون أفضل السحرة والمنجمين. أو مات عدد كبير من الممالك الثلاثة أشان ساكنة بهذا الأراضي، أو تفرق والسكان أشانوا بها من الجن والعفاريت والبشر، وتوزعوا على مكانات كثيرة، كل مجموعة راحت على مكان انهزموا من الموت. اللي كانوا مهاجمين عليهم ما طولوا بهذا الأراضي، خذوا كل شي بها من الذهب والشغلات الثمينة، أو بعد ما شافوا ما بي قوة تقف بوجههم رجعوا على بلادهم. قالوا حنشل يا الحكيم، الملوك الثلاثة اش صار بيهم؟ دحج علي الحكيم أبو هداد وقال: ما حدا يعرف، البعض يقول ماتوا والبعض يقول اختفوا والبعض يقول ان اسرم، الروايات كثيرة، بس اكثر المنجمين قالوا خلصوا حالهم من المعركة واختفوا، او بعد ما شافوا الممالك كانوا هم ملوك عليها مدمراه والسكان كانت بيها ما ظل بيها حدا، طشوا بالارض اختفوا الثلاثة، واختفت التنانين المعاهم، او كل واحد منهم كان عنده خنجر او سيف او رمح او قلادة وخاتم، أو كل واحد منهم كان عنده صندوق، واحد من الصناديق بقلبه عقد، العقد بيه 12 جوهرة، أو هذا العقد كان عند الملك السباتي، والصندوق كان عند العفريت العملاق، كان بيه تاج من الذهب
والتاج بيه 12 مجوهرة، والصندوق كان عند الملك أجسور كان بيه حزام من الذهب أو بيه 12 جوهرة. العقد كان يتحكم بالتنين أو كان اسمه تنين، تنين السباتي، والتاج كان يتحكم بالتنين والتنين كان اسمه تنين العملاق، والحزام كان يتحكم بالتنين والتنين كان اسمه تنين الجسور. كل واحد من الملوك الثلاثة كان مسمى التنين اللي هو فارس عليه على اسمه. واليوم ظهر واحد من الخناجر أو أكثر المنجمين القدامى، قالوا راح تظهر العلامات ورا بعضها، الخناجر والسيوف والخواتم والقلادات والرماح، أو بعدها تظهر الصناديق الثلاث، وإذا ظهرت الصناديق ممكن ترجع تظهر التنانين الثلاثة، بس ما نعرف بأي زمان. قالوا بطاش قريت يظهرن بالزمان هذا اللي نحن عايشين به ونشوف هذا النيش التنانين الثلاثة. قال له الحكيم أبو هداد ما تعرف، يمكن يظهرن بهالزمان يمكن بغيره. أبو العجاجة طائر أو ما يحترف وراه، لو منو حسب محاربين أبو الكوابيس أي دورون عليه، وابعد ووصل المسافات بعيدة، طارق بقلو جبل عالي أجبل حجار وسودة، أو شاف عيون المعن فوق جبل أو تغبى أبو العجاجة، لو من ما بين عليه عفريت تبرم حوائل الجبل، أو قال أبو العجاجة هذا عفريت نشوف يا أبو العجاجة شلاقي عنده، ما لازم أرجع ويدي فاضية، أريد أستنى لو من ما ينام واروح عليه، او ظل ابو العجاجة لو من ما صارت الدنيا ليل، او جيت اخذت اللؤمن ما وصل للجبل، او قام يتغبى من حجرة لحجرة، لو من ما شاف مغارة كبيرة، او فات على المغارة يتسلحب، او قام يدور بيها، او لقى عفريت شبير نايم وبحده عفريته، او بي عفريت صغير نايم بحدهم، دور المغارة كلها ابو العجاجة ما لقى بيها شي، او قال بقلبه لا بي سيف لا بي رمح لا بي خواتم لا بي قلادات، العفريت هذا فقير، او شاف العفريت الصغير نايم او قال هذا صئدة ثمينة يا ابو العجاجة لازم تاخذه وانت تربيه ويصير حارسك ومحاربك، اذا يطلع قبال يحده يهجم على العفريت يضربه صواب واحد انه مخلص عليه، او قرب ابو العجاجة وصار فوق العفريت صغير، او شاله وطار بي من المغارة، او ما حسوا عليه العفاريت النايمة، طلع من الجبل مثل السهم ما يحترف وراه، فتح عيون العفريت او دحج عليه ابو العجاجة وقال نام يا حبيبي نام، ما عاد اشوف امك وابوك، بدك تعيش مع ابو العجاجة راح اخليك تعيش بعز، ودربك احسن تدريب، واجيب لك احسن رمح واحسن سيف، واني وانت ندور بهذا الاراضي ما حدا يقف قدامنا. او ظل ابو العجاجة طاير يسابغ الريح، لو من ما طلعت عليه الشمس وصل الواحد من المكانات اللي ظل يتغبى بيها، وادي شبير وبي 4-5 مغاغير انفتح على بعضها امشان اذا حدا هجم عليه يقدر يخلص حاله، او فات على وحدة من المغارات هو والعفريت الصغير معاه، او حط العفريت قباله وقال شريد اسمي هذا العفريت، او ظل صافن ويفكر لؤمن ما لقى له اسم وقال يا عفريتي الغالي يا صاحبي انت صار اسمك العفريت الهفاف، امشان وين ما انت قبلاني وانت انهف ونبوك كل شي قدامنا. عذاب قاعد بأرض التلول أقبال البيت البنو إلهم الجن، أو ظهر جدام جني أو شايل بيدو طاسة من الفخار وقال يا عذاب بعثني عليك الحكيم أبو التلة ويريد كم نقطة دم من دمك، سحب السيف عذاب من ظهره أو جرح يده أو قام ينقط الدم أو طاسة الفخار أو برم الجني واختفى، أو ظهر قبال الحكيم أبو التلة أو خذ منه طاسة الفخار، الحكيم جدام حجرة سودة رش عليها تراب لون وأبيض، أو شب طاسة الفخار نزل الدم كان بيها، شال الطاسة أو ضرب يديه الاثنين على طرف الحجرة قبل تراب الأبيض، أو صار فوق الدم أو غمض عيون الحكيم.
أفضل فترة مغمض عيونه فتحن وقام، أو قال لجني روح على عذاب، أو قل له الحكيم جاي تشوفك، أو راح الجني وقال العذاب الحكيم أبتله جاي عليك عذاب وأقف، أو ظهر قباله الحكيم أو قال له الملك أبو جدلان طلب مني ألاقي مكان أمك وأبوك وأختك، يا عذاب أبوك مات وأمك ماتت، أختك للحزها عايشة ظهرت عليا بأكثر من مكان، أو معاها مجموعة من البشر أو مجموعة من جان، ما قدرت أحدد مكانها، يمكن موجودة مكان بيو رصد ما قدرت أصل لها. قعد عذاب وقامت السئلة لدموع من عينه وقال أبويا مات وأمي ماتت واختي تائها لحالها، آه يا عذاب ايش بده يتحمل هالقلب تا يتحمل. قال له الحكيم الشيء اللي خلاني احزن ابوك انذبح وامك زاد انذبحت، ذبحوهم جماعة من البشر، واختك ذبحت الجماعة اللي هجموا عليهم، والحز هي مطلوبة او جعد يدورون الراسها. قام عذاب حقل وقال أنا أخو عذبه أختي مطلوبة وأني هين متغبي، أو صفق دي الحكيم واختفى هو وجني المعه. الأميرة حور بغرفة لحالها أو رامية هدومها تريد غسل، وأن الباب مفتوح والحارس واقف على الباب، أو طقق عيونه ويدحج عليها. صاحت عليه الأميرة وقالت أنت أشجع السوي أنهبلت، أو زتت حالها وغطت جسمها بثوب. فات عليها الحارس أو قال يا الأميرة أنا الليل ما جعد أقدر أنامه، جعد أفكر بيك وبجمالك، أو بعد ما شفت هذا الشكل الحلو ما عاد أقدر أتحمل. أو هجم عليها الحارس، قامت تصيح الأميرة حور يوم انه وصل عليها زتت الثوب على وجهه ومرقت من بحده باتجاه الباب، تناوشت رقعة لفت حالها وطلعت تركض، او طلع يركض ورا الأميرة. عذاب لؤمن سمع صوت الأميرة حور جاء يركض عليها بدون وعاء، يوم ما صارت قباله او دحج عليها وشافها شلون الشعر من الثر، او لافة حالها برقعة وان الحارس واقف قبالهم، وقالت يا عذاب هذا الخاين هذا الغدار هجم علي. مشى عليه عذاب وقال يا حيف عليك يا حيف يا حيف يا حيف، ها يا خاين ظليت معانا كل هذا الفترة ناكل ونشرب سوا. برم السيف بيدو عذاب والحارس هجم عليه، او تلاقن السيوف او قاموا يتبارزون، او عذاب كل ما يضربوا ضربة اي قل له يا خاين هذا طلع منك، يوم ما ضربوا ضربة قوية انه رامي بالقاع والسيف طار من يده. وقف فوقه عذاب وقال ما راح اسامحك بعد الشيء سويته ولا راح اعفي عنك، ضربوا بالسيف انه قاطع راسه، وان الجنون ملتمة حواليهم. او جا الملك ابو جدلان يمشي او صاح ضعك الصوت انت اش سويت يا عذاب اشلون تذبحوا او هذا داخل علياه. مشى عليه عذاب او قالوا هجم على الاميرة حور، قام يهز براسه الملك ابو جدلان وقال ما لازم ذابحه لازم مخلي عايش، احنا بيعدنا محكمة كان نحن حاكمناه، اشلون تذبحوا على هذا الارض وانا الملك بيها، ما راح اسامحك يا عذاب ما راح اسامحك. وقفت الاميرة قدام عذاب او قالت ما راح اسوي شي العذاب، خلونا نروح من هذا المكان ما عاد اريد نضل عندكم. قال ابو جدلان انت روحي البسي هدومك، واحترف ورا وصاح اجمع الحكام او صيحوا للقاضي او ما راح ننزل على المحكمة تحت الارض، راح نسوي المحكمة هين. وطلع عم الحكام وقعدم او قعد قبالهم الملك ابو جدلان، او جابوا عذاب جثى على ركبه او قعد قبالهم، او قال لهم الملك ابو جدلان يا حكام ارض التلول هذا دخل علي وانتو تعرفون قصته، كانوا معاه اثنين الاثنين زاد محسوبين علي او تحت حمايتي، تفاتنوا بين بعضهم او واحد ذبح واحد، اني ما ارضى انه واحد بارض التلول او داخل علينا ينذبح. قام واحد من الحكام وقال العذاب
ليش ذبحته؟ أو حشاله عذاب القصة؟ أو قال الحكيم جيبوا البنية؟ أو جت الأميرة حور؟ أو حشت للحكيم؟ أو ضبوا الحكام والقاضي على بعضهم؟ أو قامهم يحشون بصوت هادي؟ قامت الأميرة حور؟ أو وقفت قبال الملك أبو جدلان وقالت هاني وعذاب نحب بعضنا، ومن يوم طلعنا من الجزيرة حشينا لك اش صار معانا، أو ما صار لنا مجال امشان نتجوز، انا احبه او هو يحبني ويغار علي، لا تأذي الملك ابو جدلان. دحج عليها الملك ابو جدلان وقال الامر هذا مو بيدي، بيد الحكماء والقاضي. قاموا الحكماء والقاضي وقفوا او قالوا يا الملك ابو جدلان، بما انه هذول من البشر او عاداتهم مثل عاداتنا، او هذاك المات كان يريد يعتدي على البنية أو كلا جزاؤه ومات، أو بما أنه هذول من البشر أو داخلين عليك أو ما هم من جنون أرض التلول، احنا حكمنا على هذا الاسمو عذاب، اشيل عنه الحماية وايش ما تريد تسوي بيه، انت حر، اتريد تذبحوا اتريد تنفيه وتطالعوا من أرض التلول. قالت الأميرة حور يا الملك أبو جدلان، أني ما ظل لي حدا غير عذابي دافع عني أو غريبة بهذا الأراضي، لا تذبحوا، خلينا نطلع من أرض التلول. هز براس الملك أبو جدلان وقال اثنين من الجن يشيلون عذاب ويشيلون هذا البنية، طالعوهم من أرض التلول، حطوهم ورا الوادي وارجعهم. اثنين من الجن، واحد شال عذاب أو واحد شال الأميرة حور أو طاروا بيهم، ومن ما صاروا فوق الواد الكبير على حرف الوادي نزلوا عذاب أو نزلوا الأميرة حور واختفوا الجنون. دحج عذاب على الأميرة وقال ليش هيش قاعد يصير معانا؟ قالت له الأميرة حور ما عليك يا عذاب، أني خفت أنهم يذبحونك. أو قام يتحرف حوالي عذاب وقال وين نريد نتقبل؟ أو لا عدنا خيول ولا نعرف نحنا وين. يا الأميرة حور احنا ماشيين للمجهول أو ما نعرف شنو مصيرنا. أو قام يمشي عذاب والأميرة حور تمشي وراه بهالأراضي الواسعة أو ما بي حدا حواليهم. أبو الكوابيس قاعد فوق تله وأخوانه ثلاث قاعدين بحدو، أو جاهم جني سابق الريح وقف قبالهم وقال يا أبو الكوابيس أبو العجاجة جاع المكانة كنت متغبي بياني بالوادي أو فات على مغارة. قال أبو الكوابيس وين أخوته ثلاثة؟ روحوا مع هذا المحارب أو جيبوا لي أبو العجاجة، أريد عايش، لا تذبحونه، واخذوا معاكم مجموعة من المحاربين، هذا واحد غدار أو لا تستهينون به لأنه من أصحاب المهارات. أو طارم الثلاثة وجدامهم الجني صاروا فوق الوادي، أو صاح سبع البر مجموعة من المحاربين تعالوا معنا، وطلعوا من الوادي يبرمون برم واسحبت وراهم مجموعة كبيرة، راحوا باتجاه المكان القاعد بيه أبو العجاجة. وأبو العجاجة قاعد والعفريت الصغير قاعد قباله، وانه جاي وهذاك الصوت يا أبو العجاجة اطلع. قام حقل وقال يا صاحبي يا هفاف لا تحرك من مكانك او راح يتسلحب ويباري حيط المغارة، لو من ما قرب على بابها وشافه واقف السيف والرمح معلقات بظهره قالب قلبه سبع البر اخو ابو الكوابيس. او جاء صوت النوب يا ابو العجاجة اطلع جايين ناخذك عايش عليك الامان. رجع ابو العجاجة طاير او شال العفريت هفاف وقال اي قل لي عليك الامان، اي امان هذا؟ بكل مكان تلاقى الامان الا عند ابو الكوابيس، هذا ماله امان. او قام ابو العجاجة يمرق من مغارة المغارة قبل ما يصل الباب يشوف المحاربين واقفين او يرجع ساحب، لو من ما شاف ابواب المغارات كلهن مسكرة هز براس وقال على منو؟ على ابو العجاجة، انتو تريد تقدرون علي، انا ابو العجاجة اللي ما جابت مثله جنية حرامي على هذا الارض، او راعي هزايم لؤمن تشتد العزايم، ابو واحدة من المغارات بيحجرة مديدو عليها وانو ظاهر بيها سرداب. رمى العفريت هفاف وقال له خليك هين يا صاحبي، اخوان ابو الكوابيس
ما لازم يروحون من دون ما نسوي لهم استقبال. أو وقفوا بوحدة من المغارات أو قام يبرموا بالعجاجة وصفق ايديه وضربهن على الأرض. قامت تهب الريح ليها صفير بالمغارات. أبعد أخوته بالكوابيس والمحاربين المعهم أو صاح عليهم سبع البر اسحبوا السيوف، هذا ما راح يسلمنا حاله. أو ديروا بالكم هذا سريع ومن أصحاب المهارات، ما لازم ينهزم منه. أو قام يطلع عليهم الهوى من المغارات، لافوف والعجاج قام يصير. قاموا يتحرفون على بعضهم فوق الوادي، ما عاد يشوفون غير الصفار. الغبرة عبت المكان، رجع والعجاج وفات بالسرداب. أو سكر الحجرة أو قضى بيد العفريت الهفاف أو طار بالسرداب. مسافة طويلة طلع انه فوق الارض يبرم برم، بين عليه الوادي مسافة والعجاجة والمحاربين يفتلون حواليه. او هز برأسه وقال ظلوا ابرموه او ظلوا دوروا. وانطلق بالعجاجة وقاض بيد العفريت الهفاف مع الارض يسابق الريح من سرعته ما يبين ويتحرف حواليه. وقال الاتجاه هذا ما اقدر اروح بيه، خاف يتلقاني ابو العفريت قاعد يدور عليه. والاتجاه هذا جدامي يحده والساحرة ام الرمل، او لي ورا ما اقدر ارجع. ما ظل غير الاتجاه هذا عالشمال يا ابو العجاجة، او تنشوف اش يطلع جدامنا. اني صاحبي الهفاف او تقبل لي شمال وما يحترف وراه. اخوان ابو الكوابيس لو من وقف الهوى او صفى الجو فاتموا قامهم يدورون بالمغارات او ما لقوا له اثر. اطلع ويدحجون على بعضهم وقالوا انهزم الغدار هذا بالعجاجة، منين مرق وما شفناه. او رجعوا باتجاه الوادي الساكنين بيه مع اخوهم ابو الكوابيس. او وصل مع التل القاعد عليه ابو الكوابيس وانزل مقباله. او قال لهم انهزم الغدار، قالوا له انهزم يا اخونا، مثل ما قلت هذا واحد غدار، لكن وين بده يروح الا ما نقضبه ونجيب لك يا مشتف. والنبو الحية نازل عليهم او مجموعة من المحاربين وراه. نزل عتل وقال يا ابو الكوابيس صار معنا امر غريب وعجيب، رحنا لجبل الفضة او وقفنا بالمكان اللي انطلقوا منه المحاربين الاربعة والثلاثة شانوا معي. او قالوا رابعنا راح بهذا الاتجاه او طالعت الحية ام الجناحين. او قامت الحسة التراب ولحسة اثروا او طارت او طرنا وراها مسافة طويلة. وصلنا المكان نزلت بي الحية او قامت تفتل بيه، عرفنا انه محاربنا نزل بهذاك المكان. او هزت براسها الحية وفهمت عليها انه اخر مكان وقف بيه محاربنا هو هذا ومات بهالمكان. او تفرقنا وقمنا ندور لقينا وادي، الوادي بيه امر غريب بينبع مياه ينبع من حرف الوادي. حاولنا نقرب المكان مرصود. قام ابو الكوابيس حقل وقال هذا هو هذا هو مكانهم، اخذنا على ذاك المكان يا ابو الحية يا سبع البر او يا صقر الغيوم او يا عربيد الارض، جيبوا كل المحاربين والحقونا. او طار ابو الحية هو وابو الكوابيس او طار مخوته ثلاث وراه او كل المحاربين اللي عنده. اطلعوا من الوادي مثل الغيمة السوداء، قاموا يسابقون الريح باتجاه جبل النبع الازرق القاعدين بيه. الحكيم ابو هداد او بطاش او حنشل او كسار وزهور او مجموعة البشر. الحكيم ابو هداد فوق الجبل واقف او قال يا كسار او يا زهور لازم نمشي من هذا المكان، انكشف امرنا. قالوا له بطاش وحنشل اه منك يا الحكيم، قلنا لك تنذبحهم. قال لهم الحكيم عددهم كثير او الا ينهزم منهم كم واحد، هذولا من محاربين ابو الكوابيس وراح يرجعون عليه ويجيبونه على هذا المكان. الامر هذا واحد مكاننا انكشف او لازم نتحرك. قال له كسار وين بدنا نروح؟ قال له الحكيم ابو هداد
البشر هذولا ما عدهم غير اثنين، عدهم خيول، والخيول هذنا ما يشيلنهم كلهم. احنا راح نعاونكم نشيلهم معاكم المسافة بعيدة، او بعدين راح نفترق يا كسار. لازم نبعد عن هذا المكان ونلاقي مكان ثاني. ابو الكوابيس ما لازم يلقانا، هاني وبطاش وحنشل، بيننا وبينهم قصة طويلة من سنين طويلة. او نزلت زهور وصاحت هذاك صوت، تجمعوا كلياتكم، لازم نمشي من هذا المكان. او طار الحكيم وطار وراه كسار وزهور او بطاش وحنشل، شايلين جماعة البشر لو من ما ابعدوا مسافة طويلة عن الجبل. او قال الحكيم ابو هداد المسافة صارت طويلة، احنا لازم نفترق بهالمكان هذا. وانزلم على الارض طار الحكيم ابو هداد او بطاش وحنشل، فهم يسابقون الريح اختفم. او ظلم واقفين يدحجون على بعضهم. او قال صباح ابعدنا مسافة طويلة عن القبائل، وين صرنا ما ندري. قالوا كسار ابها الاتجاه هذا البحر، او بجبال كثيرة على حد البحر، خلونا نروح نقعد بواحد من هالجبال ونتحصن بيه. بدنا نستنى اشارة من الكارثة، هي قالت وين ما تقعدون راح ابعث لكم اشارة. او قاموا يمشون او زهور وكسار طايرين حواليهم ابها الاراضي الفاضية، وصل ابو الكوابيس وابو الحية او صار فوق الوادي او بين عليهم الجبل. قال ابو الحية يا ابو الكوابيس الجبل هذا ما شفناه، لو من كنا بهالمكان هذا قبل شوي شلون ظهر. هز برأسه ابو الكوابيس وقال انهزموا انهزموا يا ابو الحية. قالوا ابو الحية انتقسم المجموعات وندور عليهم. قالوا ابو الكوابيس لا، هذولا بي معاهم واحد حكيم منجم من القدماء، اين مكان يوصل عليه يسوي بي رصد، ما راح نقدر نلقاهم. لكن وين بدهم يروحون؟ هاني وراهم والزمن طويل الا ما نلقى لهم اثر. قال ابو الحية مروا على هذا الجبل وندور بلش نلاقي بشي. قال له ابو الكوابيس ما خلوا بشي، مو قلت لك بي معاهم حكيم؟ او صاحب الكوابيس وين اخوته الثلاثة؟ امسحوا هذا الجبل عن وجه الارض. او طارب الكوابيس قام يسابق الريح والمحاربين طاروا وراه، وانطلقوا على الجبل اخوته الثلاث سبع البر او صقر الغيوم او عربيد الارض. طاروا قبال الجبل وكل واحد منهم سحب الرمح من ظهره وانطلقوا عليه مثل الاسهام. قبت الغبرة والتراب من الجبل من ثلاث مكانات، وانها مفتوحة بالجبل ثلاث دروب، والاحجار قامت تتهدم. طار كوم كبير من الحجر ابرمم الثلاثة ورجعم اي سابقون الريح. لحقم اخوهم ابو الكوابيس عذاب والامير احور وصلم الدرب. او قال لها الدرب هذا مشينا عليه اولي، هذا درب مدينة الملح، اذا حظنا زين يا الامير احور تجي شي قافلة من التجار ونروح معاهم، او نلقى عندهم مي نشرب او شي ناكله. قالت له الاميرة ذبحنا العطش يا عذاب، او رجلي ما عاد يشيلني، ما عاد اقدر امشي. قال لها عذاب اقعدي يا الاميرة وارتاحي، نستنى شوي بلش يعدي حدا بهذا الدرب او ياخذنا معاه. وانهم بينا عليهم سربة من الخيالة جايين يمشون على مهلهم. او قال عذاب هذه مجموعة من الخيالة. قالت له الاميرة بس ما يكونون من اهل الشر. هز برأسه عذاب وقال احنا وحظنا، شوفي يا الاميرة حتى سيوف ما عدنا. يوم قربوا عليهم وصار مقبالهم نزل من فوق الفرس او جاي يمشي عليهم، واحترف ورا وقال يا ابو غباش اني بحلم الا بعلم، هذا عذاب الا حدا غيره. انزلوا كل الرجال من ظهور الخيول او وقف مقبال عذاب والاميرة. قال ابو غباش هو هو يذيب البحر، هو يذيب البحر، هو يذيب البحر. قرب ذئب البحر على عذاب وقال ايه يا عذاب شفت شلون، ايش ما طال الزمان بيناتنا الا نلتقي وجه الوجه،
غدرت بي وقطعت ايدي وانهزمت، او خليتني اجي وراك، او هديت كل احلامي. اني كان حلمي اصير الملك على كل جزر الموجودة بالبحر. حطيت بي عاهة، او حتى رجالي تغيرت نظرتهم لي. ما راح اسامحك يا عذاب، ذبحت احسن واحد برجالي البارود، وبسببك مات صاحبي عفريت الذيب. عذاب واقف قباله، او ما حشى ولا كلمة، احترف على اميرة حور، او شاف الخوف بعيونها. فتح يديه الاثنين عذاب وقال: هذاني يا ذيب البحر، حتى سيف ما عندي. قالوا ذيب البحر: شو تريد يا عذاب؟ ننطيك سيف ورمح وحصان بعد كل شي سويته، شو تريد مني انطيك؟ او قال ذيب البحر: يا ابو قارورة او يا بلوري، جيبوا الاحبال وشتفوا عذاب. انا اخذت على روحي عهد الا اقطع عذاب بجزيرة الحور. وانهم يسمعون الصفير، صفير السهم نبت بظهر عذاب، دحج ذئب البحر والنلواوي واقف والنبل بيدو ورجاله واقفين وراه، وقال: جيتكم ونلواوي. وابو غباش مد النبلة والسهم بيها، او ضرب عذاب وجاء السهم لواصفير او نبت بشتفه. قام يهز برأسه عذاب وقال: يا غدارين هذا الشاطرين بيه. رفع ايده لي فوق ذئب البحر وصاح، او قال: يا ابو غباش او يلواوي، انتو اش سويتو؟ جاء الواوي يمشي وقال: يا ذيب البحري، لينا عليه ثار، ذبح ثلاثة من رجالي. ثتت حالها الاميرة حور على عذاب، او جثى على ركبه. سحب الواوي السيف من ظهره، او تلقى ذيب البحر، او قال له: اسمع يا الواوي، عذاب هذا ما حدا راح يذبحه الا اني. رجع سيفك لمكانه، انت ضربته بسهم او سال منه دم. او دحج على ابو غباش وقال له: وانت زاد ثارك خلص معاه، سال منه دم بسهمك، ما ظل لكم ثارات عند عذاب. اني بدي اخذه على جزيرة الحور. قال له الواوي: تنطيني دية رجالي. هز برأسه ذيب البحر وقال: يا ابو القارورة، شوف ايش قد يريد من الذهب وانطيه. او رجع ذيب البحر على عذاب، سحب السهم من شتفه، او سحب السهم من ظهره، وقال: يا بلوري تعال شد جروحه، او جيب الاحبال اربطوه هو وهذا الاميرة، ما ظلنا شغل باراض البر. الواوي لؤمن شاف الذهب خذا من ابو القارورة، او ركب على فرسه وقال: يا رجال سيلنا دم الغدار اللي ذبح رجالنا، او خذينا ديتهم، ما ظلنا شغل عنده. او مشوا هو ورجاله ما يحترفون وراهم. ربطوا عذاب والاميرة من ديهم رجال ذئب البحر، او قاموا يجرونهم وراهم جر. الأميرة لدموع سائلة على خدها، أو عذاب رجلي لخن ببعضهن، توهن وما ظل بي حيل. أو قال ذئب البحر: يا أبو غباش شفت شلون؟ قلت لك تار روح نفضي خلقنا، حسيت بالملل بهذاك السوق، قلنا نروح نشوف الواوي أو نقعد عنده كم يوم، لو من ما يجون رجالي. جينا ولقينا الغريم يستنانا اليوم. يا فرحتك يا قلبي، وأنت يا أبو غباش راح انطيك مكافأة، واذا بدك تروح معاي على جزيرة الحور راح تكون معاي معزز مكرم. قال له ابو غباش: اني ما احب البحر، كثير رادوا مني ما رحت معاهم، اني اعشق البر واراض البر، او مقبولة منك المكافأة يا ذيب البحر. وانه عذاب واقع صاح واحد من رجال ذيب البحر: هذا ما عاد يقدر يمشي. وقفوا او نزلوا من الخيول، او قال لهم ذيب البحر: حطوه على فرس، لازم يظل عايش يوم ما نصل الجزيرة. او ركبوها على فرس زاد هذا الاميرة، ركبوا الاميرة حور على فرس، او حطوا عذاب على فرس ثانية، ايدينه يلوحن من طرف او رجلينه يلوحن من طرف. او قاموا يمشون ما حسموا دروا الا العجاجة قبت قدامهم، او ظهر هذاك الجن عيونه يتلامعا. او فتح ذي الاثنين وقال: انتوا وين رايحين؟ قال ابو غباش: منين طلعنا هذا؟ دحج ذئب البحر على رجاله كلهم واقفين وقال: خلينا نكمل دربنا يا جني، لا تأذينا او لا نأذيك. او صاحت الاميرة حور: اني داخلة عليك، بلشي تخلصني منهم، هذولا حرامية بواقين بواقين.
بواقين. قام من عيون الجن يلمع حمر وقال: حرامية بواقين، يا ويلكم مني، أنا بالعجاجة، أنا بالعجاجة، أنا بالعجاجة، ما ببهذا الأراضي حرامي ألا آني، ما أرضى حد يشاركني ولا حد يبوق حتى ولو ريشة، كل واحد حرامي أقضبه، أمن الجن أمن البشر ألا أقطع ديه، أمشان ما ينسى أبو العجاجة بحياته. أو دحج على العفريت الصغير وقاله: يا هفاف أنت ظل واقف من مكانك ولا تخاف. أو سحب السيف من ظهره، أو برم وهبة الريح، أو قامت تفتل حواليهم الزوابع العجاج، أقلبت عليهم صفرة، طارب العجاج وشال الأميرة حور من فوق الفرس، أو جابها ورماها بحد العفريت هفاف، أو قالت له: معايا عذاب، اغدروا بي وطعنوه، أني دخلت عليك، بلكي زادت خلصوا من ديهم. هز براسه أبو العجاجة وقال: يا الدخيلة وصلتي، وأنا أبو العجاجة مو بس خلصوا من ديهم، ألا أقطع إديهم كلياتهم. ديب البحر والرجال المعاه أنزلوا من الخيول، أو ما يشوفون شي قدامهم، العجاج يضرب على عيونهم والريح قوية، أو فات بيناتهم أبو العجاجة شال عذاب، أو رمى بحد الأميرة حور، أو صفق ديب العجاج ووقف الهوى واختفى العجاج، أو دحج عليهم وشافهم الذرين بالخيل وقال: يا الحرامية يا البواقين، ما أحد يخلصكم مني اليوم. قام يبرم السيف بيدو، احترف وانهم كسروا زهور، أو شاهينا وعذبة وسلمة وذهب، وجر ناس وكريم وصباح، وذي بيدرج بيناتهم. أو قال أبو العجاجة: هذولا منو، هذولا منو، هذولا منو، معاهم جنون اثنين. أو قضب العفريت الهفاف بيد، أو قضب الأميرة حور بيد وقال: يا دخيلة ما راح أخليش بهذا المكان. أو برم أبو العجاجة وطار، أو قام يسابق الريح، ذيب البحر وابو غباش ورجاله اي دحجون على المجبلين عليهم. قال ذيب البحر: شيلوا عذاب، وانت يا ابو غباش اتعرف هذولا؟ قالوا ابو غباش: خليهم يقربون شوي، ما اعرف ولا حدا منهم، لو من صار مقبالهم دحجت عذبه. رجال ذيب البحر شايلين عذاب، او رأسه يتلولح، أو هي شايلة بيدها زينب، صاحت هضاك الصوت: عذاب يا أخوي، عذاب يا أخوي، يا ويل قلبي عليك، هذا أنت. نزلت زينب على الأرض، أو جت تركض عليهم. رجال ذيب البحر اسحبوا السيوف والرماح، قامت تفتل بديهم، أو هجم كسار، أو هجمت زهور، أو شاهين وذهب قعدن ركبة ونص، أو قامن يحطن الإسهام بالنبلات، أو مدن على رجال ذيب البحر كل شي بيدو نبله، أي هفنوا بالإسهام إسهامهن ليهن صفير. وقف ذيب البحر وابو غباش ورجاله الشايلين عذاب، صاروا وراه، أو صارت قبالو عذبه، أو صاح عليها وقال: انتي منو؟ قالت له: أني عذبه، أن أختك يا عذاب، أخويا شم سوين بيه؟ والسيف تلامع بيدها وزتت حقلها لي فوق. تلقاها ذيب البحر، صار ضربتها بالسيف انه راجع لي ورا، تدعثر ووقع على الارض، عد كسار من بحدها مثل السهم، او فاتت بيناتهم زهور والسيف تلامع بيدها، او صباح او كريم وجر ناس، او صارت المعركة بينهم حامية. ابو القارورة والبلوري ركبوا على خيول، لو من شافوا والضرب شلون، او شافوا ابو غباش انهزم، بس العجاجة وراه اسحبهم وراه وما يحترفون وراهم. ذيب البحر قام حيله ويتحرف حواليه، او شاف رجاله المات مات، ورفع ايديه وجثا على ركبه، وقفت بحده شاهينه، او حطت السيف على رقبته وقالت: اجثي على ركبك يا بليد المقطوعة، لا أقطع راسك. زت السيف من يدو ذيب البحر، أو جثى على ركبه، أو قال بقلبه: آخ يا عذاب، علواني مخلى الواوي، يقطع راسك.
ما حسبت هذا الحساب، انه حدا يجي خلصك من دياه. او وقفت عذبه فوق عذاب وقامت تهز بي وصيح يا اخوي يا عذاب، او هو قام يفتح بعيونه او قام يشوفها مثل الخيال. كريم وصباح وجر ناس شتفوا رجال ذيب البحر، او صفوهم بحد بعضهم شربوا عذاب مياه، او قاموا يصحونه، او لؤمن صحاه او شاف عذبه قباله. قام يفرك بعيونه وقال هذا انت يا خيه. قامت تبشي وقالت اي يا عذاب انا اختك. أو صاحت يا سلمى جيبي زينب، جيبي بنت أخوي عذاب، جيبي بنت أخوي عذاب، جيبي بنت أخوي عذاب. أما الرمل قاعدة أو فكت الصرة أو طشت عليها الرمل والصدف والعجيج، قامت حقلها وصاحت وينك يا فنجور. جاء يركض عليها فنجور وقالت له لما الرجال أو حط السروج على الخيل. بينت بينت عذبة على درب بين مدينة الملح أو بين السوق البحر البري، لازم نصل عليها المرة. وين بدها تروح مني؟ وين بدها تروح؟ وين بدها تروح؟ وين بدها تروح؟ أبو العجاجة ظل طاير يسابق الريح، لو من ما صار فوق غابة كبيرة والشجر البيئة كبار، أو نزل بنص الغابة أو نزل الأميرة حور، ركض ظهرها على جذع شجرة أو قامت تبكي، أو قعد قبالها بالعجاجة والعفريت هفاف قاعد بحده وقال لها ليش قاعد تبكين يا دخيلة؟ مو خلصتش من بين إيدينا الحرامية؟ قالت له عذاب ما أعرف إيش راح يصير بي. لاحج بالعجاجة على العفريت هفاف وقال ما قدرنا نشيله، ما قدرنا نشيله. هفاف يهز براسه وإذا حج على بالعجاجة وأن الوحيد وحيف بين الشجر. قام ابو العجاجة او سحب السيف من ظهره او قامت عيونه تلامع او قال يا صاحبي يا هفاف خليك بحد الدخيلة او لا تحرك لنشوف منو هذا جاي علينا. واخواني واصدقائي، قصة بنت جبل من الخيال، والشخصيات والاسماء اللي بيها من الخيال وما تمثل اي اسم او اي شخص. ام مجتمعنا الكريم، لكم تحيات اخوكم موسى المردود، والسلام عليكم او رحمة الله وبركاته.